هل أنت بخير؟ لا، ذراعي تتحطم، أبعد هذا الوحش عني. كان عالم الطبيعة بوروسولي يعيش أصعب لحظات الذعر في حياته ويدفع ثمن أخطر تجربة من هذا النوع. إليكم قصة الأناكوندا التي ابتلعت الرجل. صانع الأفلام في قناة ديسكفري بوروسولي، وأثناء تجوله في غابات الأمازون اكتشف أفعى خضراء ضخمة بطول 25 قدما صنفت على أنها الأطول في العالم، عرفت فيما بعد باسم تشومانا. قرر هو وفريقه اكتشاف هذا المخلوق من الداخل، وكيف له أن يعصر حيوانات كبيرة مثل الغزال والمواشي وحتى التمساح ويهضمها داخل أمعائه. الحل الوحيد هو أن تبتلع الأناكوندا روسولي حتى يكتشف بنفسه ما في أحشائها. الدخول في بطن هذا الوحش يحتاج تجهيزات خاصة. تم تجهيز بدلة بطبقات مختلفة، الأولى فيها مجموعة مستشعرات لمعدل ضربات القلب والتنفس ودرجة الحرارة، أما الثانية فهي عبارة عن جهاز مبرد، والطبقة الثالثة هي الأهم لحماية بول من 127 حمضا قاتلا تفرزها الأناكوندا في أحشائها. وهذا واق من الأنياب والأسنان التي تغرسها الأفعى في جسد الضحية خلال الابتلاع. وتجنبا لسلاحها الأقوى وهو الانقباض وعصر الفريسة لتحطيمها، صمموا له درعا من ألياف الكربون الخفيفة كالورق والقوية كالفولاذ، وضعوا جهازا للتنفس وسماعات أذن وميكروفون داخل الخوذة ليتواصل مع الفريق. جاء اليوم الموعود، انطلقوا إلى بيرو بحثا عن تشومانا، لم يجدوها. قرروا الاستعانة بأناكوندا أصغر قليلا بطول 20 قدما لإجراء التجربة. بثت قناة ديسكفري الحدث الذي تسمر الملايين بانتظار المشاهدة المثيرة. ربطوا بول روسلي إلى حبل متين لسحبه من داخل أحشاء الأفعى، دهنوه بدم خنزير لفتح شهيتها لابتلاعه. بدأت المواجهة، رمى روسلي نفسه فريسة أمام الوحش الذي التف عليه بقوة، أحس من خلالها أن عظامه تتحطم. وها هي الكاميرا المثبتة في الخوذة ترصد لحظة البدء بابتلاعه، الكل مذهول وهو يرى هذا الجوف المرعب. كانت المستشعرات تسجل أرقاما مقلقة، صوت أنفاس بروسلي لا يبشر بخير، وما هي إلا دقائق قليلة حتى بدأ يناديهم: لا أشعر بذراعي، إنه ألم شديد. كانت لحظات عصيبة وحرجة، لا يمكن إكمال العملية. هجم الجميع على الأناكوندا وخلصوا بول منها. البعض أصيب بالإحباط لأن القناة أكدت سابقا في ترويجها للفيلم أن عملية الابتلاع تمت، لكن آخرين قالوا هي تجربة بطولية ممتعة، أن يضع شخص جسده وحياته رهن قوة لا يمكن المزاح معها. بول روسولي قال إنها البداية، وينتظر أن يجد تشومانا الأكبر في العالم ليقدم لها نفسه على طبق من ذهب. تشومانا التي قد تكون منشغلة ببث الرعب في خفايا الأمازون كما كل مماثلاتها.